فقرة حقيقة أم كذبة؟ الأخبار المزيفة والشائعات. يسعدني أن أوجه تحياتنا الصباحية لضيفتنا ريهام أبو عيطة، مديرة مرصد كاشف للتحقق والتربية الإعلامية. أهلا ريهام، صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. أهلا بك. الآثار بالتأكيد، الأخبار الكاذبة وانتشارها بمختلف أنواعها لها آثار كبيرة. نتحدث عن الساعات الماضية، ما هي آخر الأخبار المضللة؟ ما هي الأخبار المضللة والكاذبة التي تم رصدها خلال الساعات الماضية؟ يعني قمنا برصد عدة معلومات وأخبار غير صحيحة، في منها بقطاع غزة وفي منها بالضفة الغربية، يعني بتتعلق بالضفة الغربية. يعني هلأ احنا متعودين انه دائما بعد اي حدث جديد او اي حدث سياسي بتنتشر اخبار كاذبة بشكل كبير، وفي حملة طبعا تاليوود اللي بتتهم الفلسطينيين بتزييف الجرحى وتزييف الإصابات والشهداء. بس من الحرب احنا متعودين انها متركزة في قطاع غزة، ولكن امبارح كانت بتتعلق بالصحفي عمر مناصرة اللي اصيب اثناء يعني تغطيته لاقتحام قوات الاحتلال لجنين. فكان في حسابات بتدعم الاحتلال الإسرائيلي نشرت إنه انزلق وإنه ما انصاب بشظايا رصاص الاحتلال، وكان يعني حطوه بإطار ساخر إنه عم بيمثل وإنه ما انصاب. ولكن طبعا تحققنا من المعلومات ومن الصحفي ومن التقرير الطبي ومن شهادة الزملاء وحتى من الفيديوهات اللي كانت بشكل واضح بتبين استهداف الصحفيين بالرصاص ومحاولتهم يعني للاحتماء يعني. فكان هاي إحدى المعلومات المضللة اللي إحنا رصدناها. تماما. طيب ريهام، مهم اليوم كمان يعني نسأل وتفيدينا بالتأكيد وتفيدي عموم المتابعين الآن، كيف ممكن نتحقق من الأخبار؟ كيف إحنا بشكل يعني بشكل بسيط وفردي بنقدر نتحقق من الأخبار لعدم يعني الوقوع في أي مغالطات؟ هلا بشكل عام يعني المواطن يعني لازم يتروى حتى قبل ما ينشر الأخبار، خاصة في عمق الحدث. يعني لما تحدثنا عن الاقتحام الأخير لقوات الاحتلال لجنين، يعني رصدنا كم كبير من الأخبار عم تنتشر على الواتساب وخاصة يعني وتليجرام، بتتحدث عن عدد شهداء، بتتحدث عن أسماء حتى الشهداء. هاي الأخبار احنا بنقول لما يكون في حدث الصح انه المواطن ما يتناقلها ويستقل معلومات من الصحفيين الموجودين بالميدان هناك او بوسائل الاعلام اللي عم بتغطي. لانه اذا اي حدا وصله اسم شهيد، اي حدا وصله خبر وقام بنشره، هو بالتاكيد ساهم في نشر معلومات غير صحيحه، لانه الحدث مستمر. وحتى اسماء الشهداء دائما نحكي انه بعد وزاره الصحه حتى نتاكد انه الاهل بيعرفوا وتبلغوا بالشكل السليم. هاي يعني بالنسبه ل يعني الاحداث في لما تكون يعني حاميه او تكون لسه جاريه، يعني احداث لا تزال مستمره وجاريه مثل دائما التروي لازم يعني يكون الاساس. هلا كمان بالنسبه للصور، بالنسبه للفيديوهات، يعني الايام هاي محركات جوجل بتتيح لنا بسهولة نتحقق من الصور. أي صورة بتوصلنا ممكن بس نحملها على جوجل وبيعطينا نتائج أولية إذا تم نشرها قبل، إذا إيش سياق هاي الصورة أو إذا جديدة ممكن ما يطلع معنا النتائج. ففي خطوات بسيطة ممكن يعني المواطن يتبعها بشكل أولي وسريع. حتى بنحكي إذا في خبر مهم نزل على مجموعات واتساب مش للصحفيين ومش لوسائل الإعلام. يعني إذا في خبر هيك أكيد وسائل الإعلام بدها تغطي، لو في حدث كبير أكيد وسائل الإعلام راح تكون موجودة وراح تغطي. فدائما
حتى يعني استقاء المعلومة خليها تكون من وسائل الإعلام أو من الصحفيين. نعم. كمان بنقول إن إحنا دائما موجودين كمرصد كاشف، أي حدا بشك بمعلومة بقدر يبعث لنا إياها وإحنا بنتحقق منها، وبنحاول دائما نرجع بأسرع وقت ممكن. نعم، شكرا، شكرا كثير لك ريهام، شكرا على وجودك وعلى هاي الإضاءة. ريهام أبو عيطة مديرة مرصد كاشف للتحقق والتربية الإعلامية، تحياتنا لك.